لا يقيمك يا اسلام على عملاتك. مرحبا دكتور. هات انت سكور الديب وحضر القضيب. شايفك مو مبسوط من شوفتي، خير ان شاء الله؟ طبعا مبسوط والطاير من الفرح كمان. عن جد دكتور شو القصة؟ بروح نام احلم بقصصك المرعبة، افتح التلفزيون اسمع الارهاب تبعك، بخلص من هاي وهاي بشوفك قدامي. هي علينا كل هالقد انا مسبب لك ارق دكتور؟ اي والله صرت خاف عليك ما تنجل مثلي لا سمح الله. خير ان شاء الله. لشو جاي اليوم؟ بالنسبة لقضية الرجم دكتور اللي حكينا فيها الاسبوع الماضي. رجعنا على الرجم؟ دكتور لازم اوضح لك شيء مهم. شو هو؟ آية الرجم مو موجودة عندنا بالقرآن حاليا. ايه شو بيغير هاد بالموضوع؟ ما بيغير شيء، بس حبيت اعطيك هالمعلومة القيمة. ايه كتر خيرك، اعطيتني اياها من قبل. الآية نزلت بس اكلتها المعزة مو هيك؟ ايه دكتور يبدو الله بعدها للمعزة. ليش؟ لأنه في زمن الرسول كان يحاولوا قدر الإمكان ما يرجموا حدا. وليش بقى؟ ما كان لهم ثقة بشرع الله؟ لأنه بأيامها المسلمين كانوا ينطوا على بعض مثل الحمير. عن زيد بن أسلم قال أن عمر بن الخطاب خطب في الناس فقال: لا تشكوا في الرجم فإنه حق، ولقد هممت أن أكتبه في المصحف فسألت أبي بن كعب فقال: أليس إنني وأنا أستقرئها رسول الله؟ فدفعت في صدري وقلت: أستقرئه آية الرجم وهم أي المسلمين يتسافدون، يعني يجامعون بعضهم البعض تسافد الحمر، يعني مثل الحمير. هيك كان مجتمع الرسول؟ نكاح السبايا وتعدد الزوجات وتسافد الحمير؟ إيه والله دكتور. يعني بعصره ما كان في رجم؟ في حالات نادرة كتير دكتور، لأنه لو نفذوا الحكم لكان رجم نصف الأمة الإسلامية. لازم تشكروا المعزة لأنها أكلت الآية. إيه والله دكتور، اسمع هالقصة. هات لنشوف. إجا مرة واحد لعند الرسول وقال له: أنا زنيت. الرسول طنش وعمل حاله مش سمعان. قال له: يا رسول الله أنا زنيت. الرسول طنش مرة تانية وثالثة. في المرة الرابعة قال: ارجموه. حطوه ليرجموه، قام هرب. قام واحد لحقه وضربه. لما خبر الرسول قال: يا ريت كنتوا تتركوه يهرب. شايف كيف دكتور؟ الرسول قلبه طيب ورهيف. ايه مثل الملاك. وبعدين لما طلع حكي على ستنا عائشة انها خانت الرسول. ليش عائشة خانت الرسول؟ هيك بيحكوا دكتور، انا ما بحط بذمتي. بتعرف شو قالها الرسول؟ شو قال لها؟ يا عائشة انه قد كان ما بلغك من قول الناس فاتقي الله، وان كنت قد فارقت سوءا مما يقول الناس فتوبي الى الله، فان الله يقبل التوبة عن عباده. شايف كيف؟ مجرد توبة، ما في لا عقاب ولا رجم. ما فهمنا، كان في رجم ولا ما كان في رجم؟ الحكم بالرجم كان موجود دكتور مع وقف التنفيذ للاعتبارات اللي ذكرناها. ايه والنعم.